بتواجدي بينكم اليوم لحضور هذا الحدث. إنه لمن دواعي سرورنا البالغ أن نشارك في هذه اللحظة المهمة، مما يدل على التزامنا بالتقدم التكنولوجي وخدمة المجتمع. إن التعاون بين جيزي وسيال يوضح تماماً التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة من خلال تقديم الخدمات التي تعمل على تحسين الحياة اليومية لمواطنينا. وأود أن أحيي جميع الحضور، وبعد إطلاق هذه التي شاركت في إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة من قبل سيال لتزويد الزبائن بمعلومات مهمة عن خدمات المياه كخطوة مهمة نحو تحديث خدماتنا العامة، وتوضح هذه المبادرة قدرة الشركات الجزائرية على الاستجابة للاحتياجات الناشئة للمجتمع من خلال التكنولوجيا. ومع ذلك ونحن نحتفل بهذا التقدم، فإننا نتطلع إلى التحديات والفرص التي تنتظر بلادنا في مجال الرقمنة. وفي هذا السياق تلتزم جيزي التزاما كاملا بتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة لدعم استراتيجية الرقمنة الوطنية. وبالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكترونية التي تجري تطورها الآن، فإننا نؤمن بشدة بأن التحول الرقمي يجب أن يشمل مجموعة من المبادرات المشتركة والمبتكرة التي تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين. تفتخر جيزي بالتزامها بالابتكار والرقمنة. نحن عازمون على التعاون مع جميع شركائنا في القطاعين العام والخاص لبناء بنية تحتية بيئية رقمية ديناميكية في الجزائر، حيث يمكن لكل فرد الاستفادة من الخدمات التي يمكن أن تولدها الثورة الرقمنية. وفي الختام ودون أن أطول عليكم، فإن هذا التحول يجري على قدم وساق في بلادنا. معا يمكننا اغتنام الفرص المتاحة لنا لبناء مستقبل أفضل لجميع الجزائريين. وشكرا لكم.